أسعد الله صباحكم بكل خير. هذا الفيديو مقدم لكم من وينزر بروكرز تاريخ 20/5/2020. محدثكم عصام اسطنبولي، نظرة على الجنيه الاسترليني مقابل الدولار. من الناحية الإخبارية، على الأجندة الاقتصادية خلال الفترة الأوروبية سيكون هنالك صدور لأرقام متوسطة التأثير في المملكة المتحدة، وهي أرقام مؤشر أسعار المستهلكين، والمتوقع أن تظل الأرقام عند 9% مقابل 1.5% في الرقم السابق. أما خلال الفترة الأمريكية فسيكون هنالك حديث للسيد بيلي محافظ البنك البريطاني، وسيتزامن ذلك مع افتتاح الأسواق الأمريكية، وسيشهد فيه هو وأعضاء لجنة السياسة النقدية بشأن التأثير الاقتصادي لفيروس كورونا في المملكة المتحدة. كما سيتم خلال المساء الإفصاح عن محضر اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح. أما من الناحية التقنية، حاليا نلاحظ التداولات المحايدة للجنيه الاسترليني مقابل الدولار عند المنطقة المحورية 22.40-22.60، كسر مستوى 22.60 يعزز النظرة الإيجابية للوصول إلى مستويات 23.10، وفي حال كسر مستوى 23.25 فإن ذلك أيضا يعزز النظرة الإيجابية للوصول إلى مستويات 23.73، أما في حال كسر مستوى 22.40 فإن ذلك يلغي أي نظرة إيجابية محتملة ويحول النظرة إلى نظرة سلبية للوصول بالأسعار إلى مستويات 22، وفي حال كسر مستوى 21.80 فإن ذلك أيضا يعزز النظرة السلبية للوصول بالأسعار إلى مستويات 21.30. كان معكم عصام اسطنبولي في التحليل اليومي للأسواق من وينزر بروكرز. شكرا لحسن المتابعة.